يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة مهمة فيها العديد والعديد من الملفات على مختلف الأصعدة، هنتطرق ليها سواء على الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وطبعا قبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي من أخبار وتفاصيل كتير جدا مهمة في إطار مرحلة غاية في الأهمية بالتحديد بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. فخليكم متابعينا على مدار الحلقة كلها، ويعني هيكون في أمور عديدة جدا هنتكلم فيها، لكن بالتالي مهم قوي تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وتقدروا تتواصلوا أيضا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، الصفحات المختلفة فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة إيه؟ رسالتك للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد تأهلهم لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، حابب تقول لهم إيه؟ إيه الرسالة اللي حابب توصلها؟ هنوصلها لك من خلال الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد، لكن الأول كده تعالوا نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لبيراميدز. كمان في ترند الأهلي، اتحاد جنوب أفريقيا يؤكد فخره بموسيماني. أما في الترند العالمي، جماهير إيفرتون تهدد رافائيل بينيتيز. النهاردة في ماتشات مهمة في مختلف البطولات والدوريات، نبتدي بالدوري المصري. بيهمنا الدوري المصري طبعا لان الاهلي بينافس فيه بشكل قوي، المنافسه السنه دي قويه جدا عكس سنين كتير كنا بنشوف فيها منافسه منعدمه تقريبا، كان الاهلي دايما متصدر يعني، لكن السنه دي نادي الزمالك ماشي بشكل كويس، فالمنافسه في البطوله دي هتكون صعبه جدا، نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. النهارده في ماتشين الساعه 7، الماتشين في نفس التوقيت ما بين انبي والمقاولين العرب، مباراه قويه، والمباراه الثانيه هتكون ما بين مصر المقاصه والزمالك ايضا مباراه قويه. اما يورو 2020 ففي ماتشين النهارده في اطار دور ال 16 من هذه البطوله، كرواتيا مع اسبانيا كرواتيا مع اسبانيا دي مباراه قويه طبعا، وفرنسا مع سويسرا، نسب فوز فرنسا اكيد اعلى بسبب الامكانيات الكبيره اللي عندها، والمباراه دي هتكون الساعه 9 بالليل. كوبا امريكا مباراتين الساعه 2 صباحا في نفس التوقيت، اوروغواي مع باراغواي وبوليفيا مع الارجنتين، دي مباريات كوبا أمريكا، ودي كمان أهم وأبرز المباريات النهاردة على مدار اليوم. وكل محبي كرة القدم دايما بيهتموا بأغلب المباريات إن هم يتابعوها، لأن الفرجة على مباريات كرة القدم في حد ذاتها متعة أيا كان بتتفرج على مين هيلعب مين، لكن المتعة الأكبر دايما بتكون لما بنشوف نادينا النادي الأهلي وهو بيلعب في أرضية الملعب في مختلف البطولات، وبنأزره وبندعمه وبنشجعه دائما وابدا. بعد الفاصل تفاصيل كتير بتتعلق بالنادي الاهلي وبعض الاخبار الاخرى الهامه جدا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الاهلي عنده مرحله غايه في الصعوبه، المرحله اللي جايه هتبتدي بمباراه بيراميدز، الاستعداد ليها هيبتدي كمان من بكره، استعدادات قويه جدا بمنتهى التركيز والجديه، وده طبيعي جدا لان انت بتنافس على كل البطولات. خلصت مرحله كانت مهمه في دوري ابطال افريقيا، احنا بقالنا كتير قوي تقريبا ما بنلعبش في الدوري، يعني لعبنا 19 ماتش دلوقتي، في ناس لعبت 27 و28 و26 ماتش، يعني بقالنا كتير قوي ما بنلعبش في الدوري عشان كنا يعني منشغلين بالتحدي الافريقي. نجحنا في الوصول للنهائي باذن الله، الفرحه تكمل والبطوله تخلص على خير بفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي خلاص الملف الافريقي هيتقفل مؤقتا لغايه لما يجي ميعاد المباراه النهائيه، وعندي تفاصيل بخصوص المباراه النهائيه وكايزر تشيفز والكلام الكتير على مدار الساعات السابقه هتكلم فيها مع حضراتكم كمان شويه. لكن الاهم بالنسبه لي وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي هو ازاي انك تقدر تحقق معادله صعبه جدا خلال المرحله الهامه المقبله اللي بتتمثل في اربع مباريات قويه جدا. هتلعب بيراميدز وسموحه والمقاولين ومقص، بغض النظر عن الترتيب ممكن اكون غلطت في الترتيب او حاجه، بس هما دول الاربع فرق اللي احنا هنلاعبهم. الاربع فرق تقال وكل واحد عنده احلام معينه عايز يحققها واهداف معينه عايز يحققها في جدول ترتيب الدوري، وفي نفس الوقت انت عايز تكسب الاربع ماتشات دي عشان تدخل غمار المنافسه وترجع لمكانك الطبيعي في صداره الجدول، وفي نفس الوقت كمان انت عايز تحافظ على لعيبتك من الاجهاد والاصابات قبل ايه؟ قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، فالله يكون في عون الجهاز الفني بصراحه في الجزئيه دي. لكن بالتحديد انا عايز اتكلم على مباراه بيراميدز.
مباراه بيراميدز مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لاعتبارات كتير جدا جدا. انت بتلاعب فريق قوي، فريق عنده امكانيات، لكن فريق كمان عنده طموح. يعني انت كمان تقلق قوي او تركز قوي لما تقابل حد عنده طموح، والطموح مش عيب، حلو الطموح مفيش مشكله، فانت لازم تبقى مركز معاهم جامد جدا، ولازم تحاول ان انت تفوز في هذه المباراه. كالعاده الاهلي بينزل اي ماتش بيبقى عايز يكسب بغض النظر انت هتلاعب مين، لكن انا بتكلم وبشوف ان هي مباراه قمه. هتقول لي قمه ازاي؟ ما هم دول مش في جدول الترتيب ماشيين وحش، وانت لو كسبت هتبقى الاول، فالقمه مثلا المفروض ما بين اول وثاني. لا مش دايما، انا بتكلم قمه في الامكانيات، لان بيراميدز بصراحه بكل وضوح عندهم امكانيات قويه، عندهم لعيبه مميزه. كمان بيراميدز خرجت امبارح من الكونفدراليه، فبالتالي هيخلقوا لنفسهم دوافع جديده يحاولوا ان هم يفوقوا على حساب النادي الاهلي، فالمباراه هتبقى صعبه جدا جدا. فمهم قوي قوي ان احنا نكون مركزين، ومهم قوي قوي ان احنا نحاول نفصل. وانا واثق جدا في الجهاز الفني واللعيبه زي ما كل جمهور النادي الاهلي واثق فيهم. في حته ايه؟ انك تعرف تفصل ما بين البطولات. دوري ابطال افريقيا ملف واتقفل مؤقتا، انت دلوقتي في بطوله مهمه قوي قوي وهي بطوله الدوري العام، متعود على انك تفوز بيها، متعود ان انت دايما انت اللي في الصداره، كل الحاجات دي. في منافسه صعبه، نادي الزمالك بصراحه ماشي بشكل كويس السنه دي، لكن انت البطل ولازم تحاول تحافظ على البطوله وتشتغل بالشكل الجيد. فان شاء الله باذن الله اتمنى النادي الاهلي كل التوفيق في هذه المباراه، وكل التوفيق بعد ما يستأنف استعداداته من بكره باذن الله على استاد مختار التتش. المباراه هتكون يوم الخميس باذن الله في استاد الدفاع الجوي ملعب نادي بيراميدز. ده فيما يتعلق بمباراه الاهلي وبيراميدز، هذه المباراه الهامه. الامور بالنسبه لنا ماشيه بشكل كويس، ممكن وليد سليمان بس اللي عنده اجهاد في العضله الاماميه خلال تدريبات الامس، صعب انه يلحق مباراه بيراميدز، لكن ان شاء الله ممكن خلال اسبوع بالكثير يكون متاح للمشاركه في التدريبات، وبعد كده يكون بيستعد للمباريات الاخرى. الفتره اللي جايه ضغط الماتشات ورا بعض، هنبقى منتظرين من اللعيبه نتائج مش شرط اداء، زي ما حصل قبل كده كنا بنجيب نتائج من غير اداء لان كان في ضغط ماتشات كبير. فده المنطقي، ده الطبيعي في الكوره، يعني ان انت لما يكون في اجهاد كبير على اللعيبه واللعيبه دي ما بتلحقش تتمرن، ما بتلحقش تستوعب افكار المدير الفني، ما بتلحقش تعمل الجمل التكتيكيه او تتمرن عليها في التدريبات، لان مفيش وقت ومفيش مساحه ما بين المباريات. لما شفنا المساحه شفنا الاهلي عامل ازاي، وشفنا امكانيه اللعيبه وشفنا الاداء، فالفتره اللي جايه مش هيكون موجود المساحه دي. فاحنا هنبقى منتظرين النتائج باذن الله تعالى. وارد انك تكون موفق، ووارد ان التوفيق ما يكونش حليفك. ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي ويقدر ايه؟ يقدر يعدي المرحله الصعبه دي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. لكن خلينا بقى نروح لجزئيه مهمه جدا، والكلام كان كتير خلال الساعات السابقه على موضوع جنوب افريقيا وكايزر تشيفز و الفيروس كورونا وكلام من ده. وانا هتكلم معاكم بوضوح كبير، لان في البعض من هم انتماءاتهم غير اهلاويه، فممكن يكونوا بيتمنوا شويه ان لا كايزر ينسحب والوداد هو اللي يلعب، عشان تبقى فرص الاهلي مش كبيره. يا جماعه عشان تبقوا يعني تبقوا عارفين، فرص الاهلي زي ما هيقابل الوداد زي ما هيقابل كايزر تشيفز. الناس مستقليه او بعض الجماهير ممكن يكونوا مستقلين شويه بكايزر تشيفز، لا فريق جامد جدا. احنا كنا متخيلين غلط، كانت حساباتنا كلها كجماهير ان الوداد هيوصل النهائي، لكن الناس دي ردت علينا. كايزر تشيفز فريق عنده امكانيات فظيعه، فريق قوي يجب احترامه. فرص الفوز باللقب بالنسبه لكايزر تشيفز زي فرص فوز الاهلي باللقب دوري ابطال افريقيا، فلازم يكون في اهتمام قوي بالحته دي، ولازم يبقى في احترام كامل لفريق كايزر تشيفز. فالناس اللي بتتمنى ان كايزر تشيفز ينسحب، بالراحه بس يا جماعه كده، ونبص على القوانين ونبص على اللوائح ونقول لحضراتكم الامور ماشيه ازاي. امبارح اتحاد جنوب افريقيا علق النشاط بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمين؟ لدوري الهواه في جنوب افريقيا، ملوش علاقه بدوري المحترفين اللي هو بيلعب فيه كايزر تشيفز، ملوش اي علاقه. وفي بعض المدن تم اغلاقها ان ما حدش يخرج منها او يدخل لها، بسبب ان هم وصلوا للمرحله الرابعه من فيروس كورونا، والامور شويه هناك ايه؟ صعب. طيب ده معناه ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجه.
هما احتمالين. الاحتمال الاول ان يتم تعديل ميعاد المباراه النهائيه اللي هو يبقى بدري، يعني لا مش هيبقى بدري، هيبقى بعد كده بقى، بغض النظر عن حته المنتخب الاولمبي وبطوله طوكيو وكلام من ده هنتكلم برضو فيها. لكن الاحتمال الاولاني ان لو الازمه مستمره فيتم تعديل الموعد، تاجيل المباراه لما بعد. ادي احتمال رقم واحد. طيب احتمال رقم اثنين، لو مثلا المغرب رفضت ان هي تستضيف فريق كايزر تشيفز بسبب الظروف الصحيه الموجوده عندهم في جنوب افريقيا، فهم مش عايزين حد يجي من هناك يكون لا قدر الله عنده الفيروس او حاجه، فتبقى مشكله بالنسبه لهم وهيبقى حقهم ساعتها. هنا اللائحه بتقول ايه؟ او الحل هيكون ايه ساعتها؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه هتختار دوله تانية يتلعب فيها ايه المباراه غير المغرب، غير مركب محمد الخامس في المغرب. هما دول الاحتمالين بس اللي بيتعلقوا بالمباراه. طيب الاحتمال الثالث، وده امر يعني مستبعد، يعني امر مستبعد، اللي هو ان كايزر تشيفز يقول لك لا يا جماعه احنا خلاص مش هنقدر نلعب المباراه. وانا طبعا ما اعتقدش كده، لان دول اول مره يوصلوا لنهائي دوري ابطال افريقيا، فده انجاز تاريخي بالنسبه لهم. يعني لعبناهم قبل كده في السوبر الافريقي لو نفتكر في 2002 وكسبناهم 4-1 بجون عصام الحضري لو تفتكروا برده، وكانت مباراه تاريخيه. يعني يا سلام اهو، سلام يا جماعه والله العظيم حاجه 10 على 10. دي مباراه الاهلي وكايزر تشيفز في 2002. طبعا كابتن خالد بيبو في التوقيت ده، يعني مش في التوقيت ده بس، عمل سنتين 2001 و2002 دول اللي هما كمان تخللهم ايه ماتش 6-1 بتاع الزمالك السوبر هاتريك اللي جابه على مثلا نهائي دوري ابطال افريقيا، الهاتريك اللي جابه على مباراه كايزر تشيفز. كان لعيب خارق خالد بيبو في السنتين دول تحديدا، وكان بقى سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام غالي، ناس كانت تقيله جدا جدا ومهارات عاليه وحاجه. اه ده جون، ده جون مين ده؟ ده حسام غالي صح؟ ده حسام غالي؟ اه حسام غالي كان جون جامد برضه. حسام غالي كان حته لعيب مش معقول، مش معقول. ففي كل الاحوال يعني مباراه كانت كبيره يعني، وكسبنا المباراه دي 4-1. فخلينا نرجع لمرجوعنا. بالتالي الاحتمال الثالث اللي انا بقول لحضراتكم عليه ان كايزر تشيفز ينسحب، فمين اللي هيلعب الماتش الوداد؟ ساعتها الاتحاد الافريقي هيقول لك ايه الوداد هو اللي يلعب، وده امر مستبعد لان كايزر تشيفز مش هينسحبوا يعني. فدي كل الامور. طب حل الموضوع ايه لو المغرب ممكن تبقى مقلقه شويه؟ موضوع طائره خاصه لكايزر تشيفز وبي سي ار، مساحات هتتعمل، الناس سليمه، اهلا وسهلا بيكم، هتيجوا تلعبوا الماتش وتتكلوا على الله باذن الله، تخسروا وتتكلوا على الله يعني. بس هو ده موضوع بسيط يعني. فالناس بتحاول تضخم الموضوع، تكبر الموضوع، لا. بس انا الاهم بالنسبه لي، الاهم بالنسبه لي من كل الكلام اللي بيحصل ده، ان احنا مش عايزين نتشتت، ومش عايزين الفريق بتاعنا يتشتت. موقف كايزر تشيفز على الاتحاد الجنوب افريقي على مش عارف، مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. احنا ناس الحمد لله موجودين في نهائي دوري ابطال افريقيا. انت قابل بقى كايزر، تقابل اي حاجه، احنا ما بيفرقش معانا، الاهلي ما بيفرقش معانا. كل فريق انت هتديله نفس الاحترام، ان انت لو مثلا لو لعبت الترجي او لو لعبت الوداد، هو نفس الاحترام اللي انت هتحترم بيه الوداد هتحترمه الكايزر تشيفز. انت بتلعب مباراه هدفك واحد ومعروف انك تكسب اللقب. فلغايه دلوقتي طبعا هي كايزر تشيفز، وموضوع ان الوداد يبقى موجود ده مستبعد، ولو موجود اهلا بيه. ودي كلها امور تتعلق بايه؟ بالاتحاد الافريقي لكره القدم واللوائح والقوانين والاحداث اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه. طيب خليني اروح لفاصل، انتوا مستعجلين على الفاصل؟ خلينا نروح لفاصل طب سريع، وبعد الفاصل هرجع برضه اقول لكم تفصيله تتعلق بالمنتخب الاولمبي، وهنتكلم ايه اللي هيحصل كمان، موعد المباراه هيتقدم ولا لا، ولا لسه في نفس اليوم يوم 17، هقول لكم تفاصيل مهمه قوي كمان في الملف ده بعد الفاصل. يلا. طيب بخصوص موضوع المنتخب الاولمبي وتقديم مباراه النهائي وايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، اللي احنا بنسمعه زي ما الناس كلها بتسمعه ان بعض المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم بيقولوا ان احنا قدمنا طلب، ما فيش اي حاجه رسمي طلعت بكده لحد دلوقتي ان هم يقدموا الماتش حتى لو 24 ساعه بدل يوم 17/7 يبقى 16/7. لغايه دلوقتي ما فيش حاجه بخصوص هذا الوضع. لكن خلينا بالتحديد نتكلم على موقف كايزر تشيفز وموقف الاتحاد الجنوب افريقي. قال لك ايه؟ النهارده المتحدث الرسمي لاتحاد جنوب افريقيا نفى تماما وجود اي تنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص تقديم طلب مشترك للكاف بتقديم موعد المباراه.
يعني هناك في جنوب افريقيا هم كايزر تشيفز عنده حوالي 5 لعيبه في المنتخب الاولمبي الجنوب افريقيا المتاهل لطوكيو. لكن في نفس الوقت هنا الجزئيه بقى اللي بيفكر فيها مسؤوله كايزر تشيفز اللي هي ايه؟ اللي هي انا اصلا عندي لعيبه عندها كورونا، ولو قدمت الماتش فرص لحاق اللعيبه دي بالماتش هتبقى صعبه. فانا من مصلحتي ككايزر تشيفز ان انا اخلي الماتش في ميعاده يوم 17. فعشان كده هم هناك بيفكروا بنسبه كبيره ان هم ما يقدموش الطلب ده وان هم يخلوا الماتش في ميعاده. خلي بالك كايزر تشيفز لعب الوداد ب 11 لعيب في الملعب وخمسه بس على الدكه، يعني القائمه بتاعتهم كانت 16. ليه؟ لان هو تقريبا عنده حوالي 5 لعيبه كان عندهم كورونا في الماتشين ما شاركوش. فمن مصلحتهم ان اللعيبه دي تتعافى من هنا لحد امتى؟ لحد يوم المباراه النهائيه يوم 17. فده اللي مخلي فرص تقديم الاتحاد الجنوب افريقي او كايزر تشيفز لطلب بتقديم المباراه بقت فرص ضعيفه. فالاقرب لحد هذه اللحظه وبنسبه كبيره ان المباراه هتكون يوم 17. طبعا الوضع هيبقى صعب شويه على منتخبنا الوطني الاولمبي، لان احنا برضو نفسنا المنتخب يبقى معاه قوام جيد في اولمبياد طوكيو، لان دي حاجه كبيره جدا. وفي نفس الوقت الاهلي بيمثل مصر في نهائي دوري ابطال افريقيا، فالموضوع لسه ما اتحلش ولسه ما فيش اي خطوات رسميه حصلت سواء من هنا او من هنا. بيقال ان الاتحاد المصري طلب وقدم طلب بتقديم موعد المباراه، بس بشكل رسمي ما فيش حاجه تم الاعلان عنها، يعني كلها تصريحات تلفزيونيه لمسؤولي الاتحاد او اللجنه الثلاثيه الحاليه اللي موجوده. ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ ده اللي هنشوفه. من ضمن كمان الامور اللي بتلمح ان فريق كايزر تشيفز هيلعب المباراه، مفيش حاجه اسمها انسحاب، ان النهارده اتحاد جنوب افريقيا اكد في بيان رسمي فخره بكايزر تشيفز وبمستر بيتسو موسيماني المدرب الجنوب افريقي للنادي الاهلي. وهنا اتكلموا في ايه؟ قال لك ان الاتحاد الجنوب افريقي هنأ نادي كايزر تشيفز لبلوغه نهائي دوري ابطال افريقيا، كما اكد على فخره بانجازات بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. ومن خلال البيان قال داني جوردن رئيس اتحاد جنوب افريقيا، قال ان كايزر تشيفز قدم قصه خياليه في هذه البطوله، واضاف بنيابه عن اسره كره القدم اود ان اتقدم بالتهنئه للاعبي تشيفز والجهاز الفني والاداره، لقد كان هذا جهدا جماعيا وهذا الفوز رفع روح الامه باكملها. نحن فخورون بهذا الانجاز ونامل ان يكرر كايزر تشيفز رحله اورلاندو بيراتس في عام 1995 عندما ذهبوا لرفع لقب دوري ابطال افريقيا في ابيجان. اشعر ان التاريخ يعيد نفسه هنا. ماشي، قال لك كمان ايه؟ بطريقه او باخرى سيشهد نهائي، بص بقى، سيشهد نهائي يوم 17 يوليو فوز جنوب افريقيا. قصده ايه؟ ان لو فاز كايزر تشيفز فجنوب افريقيا فازت باللقب، لو فاز الاهلي فموسيماني هو برضو مدرب جنوب افريقي فاللقب يحسب لنا وهتبقى حاجه بالنسبه لنا كويسه. وبيبدو فخرهم الكبير بتالق موسيماني ومشواره المميز مع النادي الاهلي. ده فيما يتعلق بملف المباراه النهائيه، وفيما يتعلق كمان بموضوع تغيير موعد اللقاء، وهننتظر نشوف ايه الجديد. طيب خليني سريعا اروح من خلال سكايب استضيف ضيفنا العزيز والناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز الاستاذ اسامه السويسي عشان نتكلم معاه في بعض النقاط اللي تتعلق بهذه المرحله الحاسمه في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات. يا استاذ اسامه ازيك؟ ازيك استاذ امير، منور الدنيا كلها، تحياتي ليك ولكل فريق العمل والبرنامج الترند، وحشتني شاشه البيت الكبير، بيتنا الكبير قناه الاهلي، منور الدنيا كلها، والف مبروك، وتملي كده تبقى المداخلات ايام انتصارات وسعد ان شاء الله. يا رب دايما انت اللي منورنا يا استاذ اسامه، انت وتيشيرتات الاهلي اللي وراك بمختلف الالوان، كمان ببادج النادي الاهلي، وحاجه الأهلي جميله جدا. طبعا يعني منورنا ومشرفنا دايما. عايش في القلب وفي كل حاجه. طبعا طبعا. طيب ازاي تابعت مباراه او مباراتي الترجي في دور نصف النهائي وتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه بدايه كده؟ رايك ايه؟ اولا عاوز اقول ان طالما اسم البرنامج الترند، فالترند ده بيصنعه الجمهور. طبعا الجمهور هو اللي بيصنع الترند. وانا شايف ان الترند الحقيقي كل مره هقول ان هو جمهور النادي الاهلي. تمام. جمهور النادي الاهلي هو الترند الحقيقي. بسم الله ما شاء الله، سواء المباراه الاولى اللي اتلعبت خارج الوطن في رادس، وكان في ثقه غير طبيعيه من جمهور النادي الاهلي بفرقتهم هيعملوا نتيجه ايجابيه.
وحتى لما الاهلي استضاف الترجي هنا وقرار امني باقامه المباراه بدون جمهور، كان جمهور النادي الاهلي في قمه الوعي ويتعامل مع الامور بمنتهى الوعي والثقافه. وكمان يعني لاحظت من خلال السوشيال ميديا المسجات الايجابيه اللي بيبعتها الجمهور النادي الاهلي للعيبه، اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا كسبنا شوط ولسه عندنا شوط تاني، مفيش مجال للتهاون ولا للاستهتار. وده جمهور النادي الاهلي اللي بيليق بالنادي الاهلي وبإدارة النادي الاهلي، كلهم فكر واحد وكلهم على مستوى واحد. بالظبط. بما انك انت ذكرت من شوية التقرير بتاع جنوب افريقيا على الاهلي وعلى كايزر تشيفز وعلى موسيماني، عايز اقول لك حكاية صغيرة جدا مختصرة شديدة. اتفضل. بعد كأس العالم اللي انت كنت فيها هنا في الدوحة والاهلي اخذ برونزية كأس العالم، كنت في طريقي بعمل حاجة مع شركة الاتصالات هنا وفي خدمة العملاء، فحظي طلع مع موظفة فلبينية وكنت لابس الكمامة الماسك بتاع اللي عليه شعار النادي الأهلي. فأنت عارف في الفلبين كرة القدم مش هي اللعبة الشعبية بالظبط الأولى، اللعبة بالظبط. الشعبية الأولى عندهم كرة السلة. فبتسألني على شعار النادي ده، اسم النادي ده إيه؟ اللي هو شعار النادي الأهلي. أنا لسه هرد لقيت الموظف اللي جنبها، وهو موظف هندي يعني هو موظف هندي الجنسية، بيقول لها ده النادي الأهلي المصري أحسن نادي في أفريقيا وثالث العالم، هو اللي رد عليه. فعايز أقول لك إنه النادي الأهلي سمعته واسمه طبعا سابقه طبعا. بفضل الإنجازات الكبيرة وبفضل جمهوره. بسم الله ما شاء الله، يعني جمهور النادي الأهلي هنا عايز أقول لك لا يقل عن 80 ألف كتير مشجع جدا أهلاوي كتير في جدا، الدوحة. رحنا وشفنا في حاجة، الدوحة ده الاستقبال لوحده في المطار كان حاجة غير طبيعية يعني بصراحة. يعني بسم الله ما شاء الله، وده موجود في كل حتة في طبعا العالم، طبعا كل طبعا. حتة في العالم. يعني بسم الله ما شاء الله النادي الأهلي يعني الحمد لله. الكلام ده اكتسبناه لأن احنا عندنا جذور وعندنا أساس وعندنا تاريخ وعندنا ناس بتعرف تعبر عن النادي الأهلي بالشكل اللي يليق بالنادي الأهلي في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. الحمد بالظبط. لله النادي الأهلي عدى مرحلة وجمهوره ما بيحتفلش غير بالبطولة، بالبطولة طبعا، ده جمهوره أمر فرح فرح طبعا. هو فرح وسعد ان النادي الاهلي فاز على الترجي ذهاب واياب واخد بطار مواطنه المصري الزمالك في مباراه اللي هو خسر ذهاب واياب قدام الترجي في دور المجموعات، ولكن جمهور النادي الاهلي بيحتفل بالبطوله اللي هي هتكون يوم 17 لغايه دلوقتي في بإذن يوليو الله بإذن باذن الله. الله في الدار البيضاء لما يكسب كايزر تشيفز ويتوج باللقب رقم 10 ويكون بالتالي بينافس نفسه في تحطيم الارقام القياسيه. ونتمنى يا رب ان بعد الاهلي ما وصل للنهائي 4 مرات في اخر 5 سنين ما يطلعش حد علينا ويقول لك دوري ابطال افريقيا بطوله سهله زي ما قالوا على بطوله الدوري لا، ما انت لما بتاخد من الفيفا. الكلام ده كتير يا استاذ اسامه، يعني للاسف برضو انت لا خليتنا نروح لنقطه مهمه جدا انا عايز اسالك فيها بخصوص انا مندهش. اتفضل بعض اتفضل من يا باشا. يحاول تشويه سواء مسيره النادي الاهلي او حتى تشويه صوره مدرب النادي الاهلي والتقليل منه ومن امكانياته اللي هو بالتحديد كوتش بيتسو. فرايك ايه في الناس اللي بتطلع تتكلم بتقول اي كلام دي ساعات كده؟ مش ساعات، دايما. طيب خلينا واحدة واحدة. خلينا واحدة واحدة. لما يطلع الفيفا ويطلع الفيفا تقرير ويقول ان في اخر 10 سنين في بعض الفرق مسيطرة على البطولات المحلية حلو. زي باريس سان جيرمان في فرنسا وزي يوفنتوس في ايطاليا وزي بايرن ميونخ في المانيا وزي الاهلي في مصر، فيطلع الناس عندنا هنا في مصر يقول لك شفتوا الفيفا بيقول ان الدوري بتاعنا ضعيف وما فيهوش منافسة. طيب يا سيدي يا سيدي، هو الدوري الالماني ضعيف؟ هو الدوري الايطالي ضعيف؟ مثلا. هو الدوري الفرنسي ضعيف؟ طيب ماشي هسلم وهقول ان الدوري ضعيف، طب انت ما بتعرفش تكسب الدوري الضعيف ده ليه؟ الأهلي ذنبه إيه يعني؟ يعني لا انت شخصيا طالما انت مقتنع ان هو الدوري ضعيف وانت بتاخد كل المجاملات وكل الهدايا من الحكام ومن الفار و و و ما بتعرفش تكسب الدوري ده ليه؟ ده السؤال. اما بخصوص بيتسو موسيماني فالناس كانت مستكترة على ان النادي الاهلي ان هو يتعامل بواقعية ويجيب مدرب من قارة افريقيا. طب ما احنا بنلعب في قارة افريقيا والراجل ده حافظ ادغال القارة الافريقية والراجل ده عنده مشروع مع النادي الاهلي وانت بالظبط مش صابر عليه، انت من اول يوم وانت حاطه تحت الضغط. صح. طب يا سيدي هو الراجل في كل الاختبارات وفي كل البطولات اللي دخلها
هو واخد نسبة 10 من 10. ايوه يعني ما تقدرش ان انت تقول لي في بطولة افريقيا هو خسران ماتش واحد، هو ماتش 7 ده. في بطولات، في بطولة العالم خسر مباراة واحدة قدام بايرن ميونخ، اقوى فريق على وجه الارض في كوكب الارض. بالظبط. في الدوري ماشي كويس، ولو كان في عدالة تحكيمية كان زمانه انهى الدوري اه بلا والله صح. منافس حاليا لغاية، والله العظيم زي ما بقول لك كده، انت المنافس بتاعك مستفيد من اخطاء للحكام ومن تقنية الفار غير طبيعية، في المقابل انت بالظبط بالظبط. خسران نقط غير طبيعية بسبب ان مفيش فار طيب منطقي. صح. طيب خلينا نروح للنقطة اللي بعديها، والنقطة الأهم دلوقتي يا أستاذ أسامة، وبشكل سريع عايز منك إجابة بخصوص المرحلة اللي جاية واللي بتشمل 4 مباريات في الدوري قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا. في تصورك كيف سيتعامل الجهاز الفني مع المرحلة الصعبة الهامة جدا المقبلة؟ اول حاجه خلياني اشعر بالاطمئنان ان الناس كلها لسانها واحد، حتى جمهور النادي الاهلي قلنا دي صفحه، دوري ابطال افريقيا صفحه وقفلناها بشكل مؤقت، تمام ومركزين دلوقتي كامل التركيز على بطوله الدوري، لان عندنا 5 مباريات متتاليه وفي وقت صعب جدا صح وفي توقيت غير طبيعي. كل هدفنا فيها ان احنا نكسبها كلها باذن الله، وكل املي كل املي ان يكون في تطبيق للفار بالصح زي اللي شفناه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فار مش فار في المصيدة. تمام. أنا بشكرك يا أستاذ أسامة، شكرا جزيلا. الناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز أستاذ أسامة السويسي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في نقاط مهمة بتتعلق بالنادي الأهلي قبل المرحلة الهامة جدا المقبلة. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرة الحلقة، يلا بينا. اللي اتكتب عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة، خلينا نبتدي بحساب سوف سكور، واللي قال احصائيات مهمه او احصائيه وحيده مهمه جدا بتتعلق بمحمد الشناوي، ان هو وصل ل 21 كلين شيت انطلاقا من دور المجموعات في مسيرته كلها مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. قال لك ايه؟ حارس الاهلي في تاريخ مشاركته في دوري ابطال افريقيا اي منذ 2018 اكثر من اي حارس اخر في نفس الفتره، ومفيش ولا حارس استطاع الوصول لحاجز ال 20 كلين شيت، فده انجاز مهم جدا وحاجه تحسب لحارس عملاق زي محمد الشناوي ما شاء الله عليه ربنا يحميه. خلينا كمان نروح للاهرام واللي بتحاول تستنتج ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بخصوص مركز الظهير الايمن. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك موسيماني يفاضل بين اكرم وهاني امام بيراميدز. بصراحه اكرم قدم مستويات مش طبيعيه، ماتشين عملهم هو احد نجوم الماتشين دول، يعني عمل شغل كويس جدا جدا في الناحيه اليمين ويتالق وتوهج. لكن في نفس الوقت انت عندك لعيب كبير جدا زي محمد هاني ده مركزه الاساسي، طب هنا هيعمل ايه موسيماني؟ دي حاجه بقى تتعلق بالجهاز الفني هو ادرى بيها، لكن اللي يطمنك انت كواحد من جماهير النادي الاهلي ان انت بقيت مطمن في المكان ده، لا قدر الله هاني لو غايب فانت عندك اكرم موجود بيأدي بشكل ممتاز. هنشوف موسيماني هيتعامل مع الجزئيه دي ازاي. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على فيسبوك، وبيقول مصدر من اتحاد الكره اللي في الجول طلبنا من كاف تقديم موعد نهائي الابطال لضمان انضمام لاعبي الاهلي للمنتخب الاولمبي. الكلام كله مش في الاطار الرسمي، انا مستغرب برضو اتحاد الكره ليه ما بيطلعش مثلا خطاب رسمي بعته للاتحاد الافريقي او حاجه بتتعلق بالخطوات الرسميه، مش عارف، لكن هو كله كلام على لسان مصادر وكلام في المداخلات الهاتفيه عبر التلفزيون. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية، واحنا شرحنا لكم الجزئية دي كلها في الجزء الأولاني من الحلقة. خلينا كمان نروح للحساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر، واللي بيقولوا كايزر تشيفز يرفض طلب الأهلي، طلب الأهلي اللي هو إيه؟ اللي بيتعلق بتقديم موعد المباراة، وأنا قلت لحضراتكم كمان في بداية الحلقة ليه الطلب مرفوض من كايزر تشيفز، إن هم بيتمسكوا بخوض اللقاء في 17 من يوليو وعدم تقديم موعد المباراة على الرغم من الموافقة المبدئية في بداية الأمر. هما في الأول كانوا موافقين مبدئيا بس بعد كده غيروا رأيهم، وقلت لحضراتكم الأسباب ليه، لأن هما عايزين أكبر كم ممكن من لاعبتهم اللي عندهم كورونا يكونوا متاحين بالنسبة لهم، لعبوا ماتشين الوداد بقوائم قليلة أو عدد لاعبين قليل 11 في الملعب وكان 5 تقريبا على الدكة، فما كانوش عندهم الأريحية الكافية، ومع ذلك قدروا إن هما يتأهلوا. ده يدل على إيه؟ ان هو فريق تقيل قوي قوي قوي، لازم ان شاء الله نتعامل معاه بالشكل اللي يناسبه. اخر خبر معانا في ترند الاهلي، وهنا برضو استنتاج، والاخبار الاستنتاجيه بتبقى طبيعيه واجتهاد، ماشي مفيش مشكله. الوطن الرياضي على فيسبوك قال لك الاهلي يحدد تسعيره اعاره بواليا في الخليج، وقال لك ان الاهلي طلب 500 ألف دولار في حاله
وجود اي عرض لبواليا في اي دوري من دوريات الخليج. خليني بقى نقول لحضراتكم الحقيقه، الموقف ايه؟ مفيش اي حاجه في الاطار ده خالص. الاهلي لا عارض بواليا للبيع ولا حتى للاعاره خالص، بواليا موجود مع الاهلي لغايه اخر الموسم ونشوف ايه اللي هيحصل. والكوره فيها متغيرات كتير، ممكن النهارده لعيب مش متالق بكره تلاقيه ايه ما شاء الله. بواليا بيشارك ولا لا؟ شارك في مباراه الذهاب امام الترجي، اذا هو في حسابات الجهاز الفني، اذا هو احد اللاعبين الموجودين في قائمه النادي الاهلي اللي بتنافس على مختلف البطولات هذا الموسم. المطلوب ايه؟ ان احنا بنساند بواليا، بندعم بواليا، مفيش كلام من هذا القبيل اطلاقا. يعني بواليا موجود والاهلي ما حددش تسعيره ولا طلب ولا عرض ان اللاعب يخرج ولا كلام من ده خالص. بواليا موجود في قائمه النادي الاهلي، نتمنى له يا رب كل التوفيق مع فريقه خلال المرحله الهامه المقبله. هروح لفاصل سريع بعدين نكمل اخر فقرات الحلقه، يلا بينا. طيب خلينا ناخد تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال الحلقه النهارده ورسائلهم للاعيبه الاهلي بعد التاهل للمباراه النهائيه. نجلاء فتحي قالت ايه؟ زي ما فرحتونا بالتاسعه هتفرحونا بالعشره باذن الله تعالى، وزي ما رحنا كاس العالم واخدنا المركز الثالث هنروح تاني وان شاء الله هنلعب النهائي باذن الله يا رب. انتم رجاله ابطال قد التحدي، كلنا ثقه فيكم. ناخد كمان اللي بعده. شاكر محمد قال اشكركم لانكم مصدر السعاده لاسرتي ولكل عشاق المارد الاحمر، اشكركم لانكم نيمتوا عمي وابويا وجاري مبسوطين، كنتم رجاله، كنتم قد المسؤوليه، انتهينا من خطوه ولسه اهم خطوه هي البطوله. بالتوفيق ان شاء الله، الاهلي دايما بيفرح جماهيره الحمد لله، ان شاء الله الفرحه دي تستمر باذن الله تعالى. احمد عمر قال ايه؟ قال عايزين الدوري وافريقيا والسوبرين وكاس العالم للانديه لو سمحتم، احنا طماعين استحملونا، نحن نثق بكم يا رجاله. طيب احنا طماعين واللعيبه كمان طماعين، عايزين يحققوا انجازات باكبر كم ممكن، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، الى اللقاء.